حب أئمة الإسلام إمامو مسلمان خمدي أخوار فوتو ثاق سخد سنشو محبة الأئمة ومنهم الأئمة الأربعة دين نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى دي إمام خر إمام إبثر أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد إمام شافعي آخر فوق بسخونر أدري إمام خريف فوق بسخونر أرتي دين مشش الله حشكم سابا بش حاجة قد تجنيد شغو ولا يمكن أن نتكلم فيهم بأدنى كلمة آخم يا أي جتنو أمازيا إذا جاء عندنا إنسان وأخذ بقول إمام من أئمة الإسلام زيت خورم دتشش خورم زي إمام ميبسالر قيش توابي مسحبن تيوفنا وخالفني ساسي مسحب قتيم كشت هذا لا يستوجب الشحناء والبغضاء بيننا طالما أن هذا القول قول لأئمة الإسلام أبقيتكم تدز شحنو فوزر مثاغو تزقومتو فوزر خشمتو دشتنو هاو فوزر فغن خوي جيزر فتن خوي أبقيش تا مسحب إمام أهل السنة فم يا مسحب شتنا لكن الإشكال كل الإشكال في أن نأتي بأشياء لم ترد عن أئمة الإسلام أو مخمش وشتر إمام خم يتيت مجا وإمام خم شام أر أرجتن رد شنرا الصحابة رضو الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل صحابة خري وبش أبجا زش حشجا وشتا أخوه قدم جا ولم يحدث منهم ما يحدث عن بعض الناس اليوم من الشحناء والبغضاء والقطيعة أو داوش زش حشجا مجامي ست خوات زش حشجا نغيا قدم قامي نو بريخم خوتو ز مخمشو زخشتو يا قوز بغدجو شو زخشتو أو دوشتاخم